حسب اوراقي ما لاباش، وخذيت اوراق في 16 وحرقتهم وتحرقت انا معاهم، اما لاباس. وبعد كل واحد شد ثنيته، معناتها طويكه نخدم من سولو. عملت البوم ذا لورد 2008، لا مش 2008 2010، تكتب 2008، خرج 2010 في السوق، وان شاء الله نوفيل البوم على قريب ان شاء الله. الراب بارابور قبل وتو، نعرفك انت تأقلمت، معناها كنت في الكلاسيك قبل تو وليت في النيو. بصراحه معناها كاسكي تو بلاي لو بلوس، معناها انا احسن ستيل في الموسيقى يعجبك؟ بون، قبل كيما نقولوا كل وقت ياخذ وقته. قبل كان الراب ياسر معناتها اردكور، ياسر اندر جراوند، وما كانش فما برشا بيبليك راب تو. قبل فهمتني، قبل معناتها ما كانتش فما فيسبوك، ما كانش فما انترنت جمله، معناش قبل. بالمناسبه تحيه لعبد المنعم عمار ديديكاس ام دي ام سي، كنا نمشيو بحذا منعم نسجلوا تيتر يخرج جرافي سور سي دي، ويتجرافا من يد ليد ليد ليد، فهمتني؟ مش كيما توا، معناتها تنجم تهبط تيتر على الفيسبوك في سويسرا يتفرجوا فيك ولا ما نعرفش فيه، معناتها كانت ليميتي برشا الحكايه. وقبل كان اندر جراوند برشا الراب، وقليل شكون يسمع راب. توا ما شاء الله، معناتها كيما قلت لك كل وقت ياخذ وقت، والموسيقى ماشيه تتطور، وخرجوا برشا ستيلات جدد في الراب. ومعناتها واحد كان ينجم روحه في ستيلات جدد، ينجم يعمل حكايه. نتصور انا معناها يافونسيا، فهمتني؟ يافونسيا على روحه يعمل حكايه، خاطر باش تقعد العباد ديما يشد لي فان نتاعو، ديما يشد بيبليكو، ديما فما انوفاسيون، فهمتني؟ ما يقعدش معناها الواحد يشد في ستيل قديم. اما كمان واحد ساعات يحن راه الحكايات القدم، على خاطر ما انت تعرف كوكي الامور هذيا، خاطرك قديم في الحكايات هذيا. خليكم تاعو على الفريق اول سكول فيرسز نيو سكول. اعرف مصفى، ان شاء الله حجمت العرس. اش خويا، ان شاء الله في راسك، ان شاء الله العقبه ليك. صحيح بطبيعتك انت صحيح، عاد دخلت للقفص تاع الزوجيه. وقتاش انت ان شاء الله تدخل القفص؟ ندخل القفص ما ازنيش. حجامه ريتها ملي نعرفها ب 2500 قعدت زادت 500. 3000 ولا 3000 نعرفه ملي عمره 8 سنين حاجه، تو عمره 40 سنه. ما معناتها ما وديما يبكي ويشكي، ويخدم حجامه ويبيع في الحوايج ويترفق في الفيزا. طايل طماطم وقرن فلفل خويا، شعر ولحيه ديما تمشي عند بشير. والله صدقني تو شنو ناقصك؟ نستروات هكا يدخل طب تك 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 تك. مصطفى ما استحقش كون يحكي عليه جملة. نعيش في حومة وين السلعة ديما مقحفة، حتى كي نجوعوا في الليل ناكلوا فرد صحف. راكم على الحيط راكم بوم بوم، نعيش في حومة زنوس مش في حومة الجنبون. ايفي باري بوتي هيرزا سافا، الجو مريقلين طايرين هاي كي لاباس اوف كورس. شعويلك صوت هاني خويا، هاني والله شو نعمل الحيلاقه خويا بحذا بشير هذا يقوى عجام يخدم قرن زمان تقدر يخدم. ما عندي ياسين نشيط الارز ولات حومتي جم، القلب بتاع الراب حومتي، حي الزهور وسيد حسين والزهروني جم. انا تونس العياش ما نحكيش بملاين، خولي عرقي بسال هز فلوس في كناين. انا واحد من الف ما سمعني حتى متكلف، حقروني خاطر من الريف سموني عبد متخلف. انا بطلع عملت الثوره قول لي باي انت شكون، في المنافق عمل لحية تنحي المصل بس كقول. انا اللي قريت شديت الحيط بعد الثوره عملت نصبه اللي تعمل فتنه تحبها شارع جنوب القصبه. عروسه بنت اليوم قالت لي انا بنت فنون لا تطيب ولا صابون وانت تغسل المعون، قلت لها رو هذا هبال، قالت لي انا بنت دلال مشتا وسبت على السروال باش ننسد لي محال. اغسل اغلب بالفيكس بالفلوس ستريت ارت. حي الزهور اهلا بيك وربي يهديك. جابوا له بيعه نتاع جبايب ولا شنو شريها؟ طلعت مسروقه وهارب. لا بريود الثورة ماشيين هكايا، زاد مين ماشيين نمشيو هكاكا
عاد المكتب مكتوب فيه ليلة التجمع. ليلة التجمع زونا قال بس خزرنا قال لي شنو مكتوب فيه؟ قال لي يا اخي المكتب للبيع. وين مكتوب ليلة التجمع يا اخي؟ للبيع يا صاحبي في بالي للبيع. نرجعوا الحكايه نتاع اللطف نتاع قبل على الاخر مزود تكونوا ثري. تو شنو هذا تو تبرقشوا فيها؟ اي خويا تو مش يخرج ماشين مش نعركوا بيه وان شاء الله مربوح. ان شاء الله مربوح. ريت من هنا ماناش بعد برشا نحن والبلطي مانيش بعد بلطي يا ولا هنا اقل حتى من كيلومتر ديديكاس صالح ومن هنا اقل من 500 متر ديديكاس لمدوزو مستزيان كل واحد وبلاده كان يدي ولاد بلاد زنبلا 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 ومن هنا الزنبابوس ستريت ارت منتيحك باش انا بدي مش نفهمها الحكايه كبش الحوم ربحها ما كيما الراب بالضبط راه الحكايه ذي في الراب كيف كيف حيزور كبش الزدف هذاك اكتشفته معنا نحن في سريت ارت هذاك كبش غير عادي هذاك بالرسمي نحكي لك خاطر الاخر قديم ياسر الرباط راه في بالنا نحن خايفين مسيبين خايفين يا اخي تبارك الله طلع كبش مزوت بالحق سريت ارت جبنا لهنا بالذات اخويا مادام حكيتولي على الحومه باش نصور في الحومه حيزور ما نجمش نتعدى اخويا الكبير معاك منورة نور الدين اخويا الصطوف هذا يا اخويا الصغير تربى بعدين تبارك الله ما شاء الله تشوف فيه تبارك الله راجل ويزيد رابير تبارك الله معروف معناتها مش ديجا تفرجنا فيه في التلفزه هذا حومته اللي تربى فيها عز حومه بالنسبه لي هو فريستايل الحي زهور جمله والتونسنا تي في والناس جمله دوما فون دوما زون لاسي ان ميساج بعد البيب كي سون تكور التالي تهبط لي ديفيزيون تي شيرش ان فيزا دون لوغا فيان جو تدون امباسادور على ليبوك نتاع لي زام سي دوما زون توش با ما ميوزيك اعمل ديميسيون دوما زون دي فري زام سي على امازون سون تاعي موش ايزي في الراب التونسي ديما تلفيزي خذيت لانديبندنزا اليوم كوما غازا في اللحوم وجابيت شفت لحيت تيس تحت الحيط كي شيرش دي مليون ربي يخلي لي ستوفك صاحبي طلع علينا جينا تلعب معه بيار امريكا ولا كيكه ما تعرفش مش مقطع كان اليوم نحكي لك انا حكايه فرش فرش قدام الناس الكل تقر اللي انت انهزمت قدام الكوكي في ستريت ارت اسمعني من الاخر بيار هذا نتاع ناس على الاخر نحن رانا نتاع بيبي فوت هذاك بيار بالعربي 100 فرنك سر ولا تو سلم هاي ليه ولا نتاع 100 فرنك أعرف أعرف أعرف
أصحابنا من ليبيا الشقيقة. تحية أخوي للشعب الليبي وخاصة شعب بنغازي. معانا اليوم بيك ستايل وإكسفانشا. نبي نلخص الأحداث اللي مرت به البنغازي. أفضل أسمع أنظر ركز أفتح ذهنك ولد بلاي. يوم السفارة أول عالثورة طفوها زلام النظام. اقسم بالله وبالتهديد إلا نبينا يا حكام مواطن عادي بالإعدام. تحكم علي في رمضان ما ننساهم شهداء بين يدين رب الرحمن. شهيد الإيدسي بنغازي سببها حقنة فيروس مش عارف السبب ليش. وفي بنغازي بالخصوص في بنغازي يوم الثورة يوم 15 فبراير خلينا كل النظام. في بنغازي عقل حر أول هتاف بصوت الشعب بالتكبير كل ناد. نوضي نوضي يا بنغازي جاك اليوم اللي فيه تراش. جيب المايك ولا عالسنتر علي البيت اسمع يا مان في قلب مدينة مهما نوصف مش حيكمل الكلام. بنغازي روحي في جوا قلبي حبك يجي في الوريد معروفة ديما بطيبتها تحضن حتى في الغريب تربي في الذايح والرايح. ما تنسى في يوم اللي منها اللقمة المحروم اللي متبهدل من الأخير بالتصير. نبدأ نشرح لك شن فيها أرض بنغازي سوق الحوت سخربي سيدي حسين ضيو سلمي لكي صبري لوحيشي بهديمة حي السلام.